القرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله، يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله، من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن، بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. إن شاء الله تعالى أولى الليال ما أنت وحين هلكن kaga warrami doonaa ama in ku soo bandhigi doonaa wax qabadkii iyo macnaha waxyaabaha qabatay iyo taariikhda jamciyadda dayactirka iyo asturida kutubta qur-aanka kariimka jamhuuriyadda somaliland oo si adla wada socotaanba muddooyinkii u dambeysay ka shaqaynaysay dayactirka iyo asturida kutubta dayacan ee taala xaafadaha madaarista iyo masaajidada. ugu horreyn insha allahu tacaala waxaan markaasi ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha جمعيات دياعتيرك كتبت القرآن كي أصدرت جمهورية سومالان حاجي إبراهيم حسن أحمد ومركا سيك كلمة نقوران دون تاريخ لجمعيات أو كوان يسيابا هاي وشا قيس لابا كون إيو سدحية طبانكي أيام وقاسة بسات مسجد الأقصى مركا جمعيات سيك وشا قيس الرهان تي آدبي وشا قيسة قرآن كوي ورريان مدارسك وحكا ورري المساجد ده waxa ka waray xafadaha oo dhamaay ma ka bartay xafiiskin aanu heraw ay keenan arurta iyo dumarka ku soo wareeyay marka waxaanu leenahay quraanka waa ka ay kaanu gudafad laga soo guray gudafad uu ku jira quraanka babu taayisha babu xashiish kamaal tii و بشي رمضان و بشي خيرك انا و حن لينهي و خيرك اهل قود الفايديس خيرك اهل قود الشقيه مركا جمعيت الا افر شقف ما كشقيه ان مدينك مصفه ان كان عمان و حك صور ريان كاريوني محمد عقيل و بدو بيك حيلك جمعيت و حو سومره مساجد دا باهيا تالا و عيقلتا مركا ولا واحد لينهي يقولك كوكا نقول بحل باك سهرن أنا وحل وين بانسك سهرني وحلا وحدون قادنا ميتشك تور إلهي بان مشقينا تور إلهي بشهر رمضان ساعات كنت الوصول تري إن ماذا مسيرفتو ذي النقطة يقول يا كريد الماء يقول كريد أي نقطة مركز إستاسان مشقينا إستاسان وصول بندقني وحن شعل لهي إن كرلو قادة كتابة إلا نرش غيو إن قعدت كاريورا المصغرة وراك هذا الكسر كاريورا المصغرة. السلام عليكم. جمعيات الصيابة هاي وش قيسوا أما لو قلت لك علينا وش قيسوا حويان إن مكاسب كتب تكسور ورسو مدرس مساجد ده مدرسة ده يحافظا كتب تكسور مركاسي مكين كسور ويان دنيات إيش قيسة جمعيات ده هاي وكلا قيبيان لبا قيبو قيب مركاسي لا سامين كريو أما هاي سدي بلا استعمال كريو لا خصان كريو ولو إلين كريو مساجد ده يا مركاسي قيب أنا هين qayb la isticmaal karayo aan la shaqeynaynin sida kutubtan qorteeda taalo oo kale oo kuwaasina ay u baahan yihiin iyaguna dayactir in la asto oo markaasi la aaso meelaha ay ka shaqeyso jamciyaddu ujeedada ugu muhiimsan loo aasaasay waxa weeye inay ka hawlgasho gudahaan waddanka jamhuuriyadda somaliland gobolada iyo magaalooyinkiisa oo dhan.
ama hadda allah inuu galadeeyay islaamka allah inaga dhigay dad islaama dad mu'miniina la samu mahadna qeynaba ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu ina faray inaynu barano oo inuu fidino oo inuu dhowrno quraanka kariimka waa distoorka umadda islaamka waa manhajkoogi waa hagahoogi waa kay raacaye waa kay ku dayanaye waa kay maamulaye dhinac kasta marka laga eego haday cibaado tahay yo haday caqiido tahay yo haday mucaamalo kale tahayba nolosha dhammaanteed ayuu markaa shablistay ilaahay subxaanahu watacaala waxa uuna faray aqrintiisa iyo barashadiisa iyo xifdintiisa iyo ilaalintiisaba alla subxaanahu watacaala waa na faray alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وليس دايت المامي قرآن الكريم كا قوة أغرية يا مركز الصلاة أوغية حولو أغر وحكا بحلية المركز وحي هلية ناسي آن خسارة عن لحين أي هلية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب خير بدن أو بركيسا وحلوه كاني إني مركاسي معنيه سفير فيريان هو عقل قيقرات كالينا مركا أيقود ضيدان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كاني وحي نقو بلانو جنيا ووحي نتوصيا هذه حنونك كوقوة ناكسن لكو قيمة بدن له قرآن كريمك قفك إلى هذا ربو شاري قفك كحكما عدالة أيو مركاسي هليا قفك ضدك ويارا وحلقوها نوريا أما لا تصيا دريغ كيسا ونكسا نبي عليه الصلاة والسلام حتى المامي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي والقرآن كأغريا قرآن كوحو إيمان دونا ما لنت قيامها إساقو إرقيني القرآن خير شافع وخير مشفع وارجيك او وناكسن ارجدي سرمك على اقبله قفك قرانك اقريا وحال اورن دونا اقرا ورقه كما كنت تقرا وترتل في الدنيا اقري او كرنقو سد الدنيا مركاسي ادو اقريسي قيمه سو قران كليه ابو علي صلوات والسلام على المامي حديث وريني عبد الله بن عمر ان هذا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين قران كان إلهي وحكو كرييليا وصراو قاليا قار قار نمركا خصبو قلقيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا وحو صامري نين مولا أما أدونا ونمار هيا مكا مع موليا ركاسو سفر بو كراكل مي ونو رمضيات كاكات مدي وحو الوحان كاكئي مدي عبد الرحمن بن أبزا هيا كاكئي مدي وحكو إلى عبد الرحمن بن أبزا وايو وحو الوا مولا كميدا مولياشي مركا كميدا وحو منامكي قريشات iyad moolo marka kaga timiday marka adoon kaga timiday marka suul waay waax iyo nin qaariya oo quraanka yaqaana iyo dhalka yaqaana marka suulmar waxa uu rasuulka ruu sheegay oo yidhi ilaahay quraankan qaarna saro ugu qaadaya qaarna hoos ugu dhigaya wuxuu dhigay calaysa suugo warabay barashadiisa iyo umada la baro khayrukum man taallama alquraana wa allama waxa idinku wanaagsan quraanka cida barata ee dadka marka barta quraanka qiimo haale ee muhiimad dare qofka muslimka waxa looga baahan yahay ugu yaraan bishii hal mar inuu dhameeyo hadii uu ka badinayana usbuuci hal mar markay uu dhameeyo quraanka inuu la noolaado oo quraanku hadiisa noqdo oo quraanku dhabarkiisa uu noqdo waxa farxad weyn in markasta la helo cid quraanka u taagan oo quraanka dayac tirta oo quraanka hagaajisa oo kiisa goog ay suubisa oo hagaajisa oo toosisa oo inaga durqaado xaqiiqatan مسألة الشرعية أي لما تنكو الدنبابين هذي كتاب كلا ضيع تريوايو ولا هجاجوايو وما لها يال يالو وما لها كضة يعمل سيدا أوغيل وحنا سبحانه وتعالى ما هدنا كده وما هدنا قينا جمعية دا مركاسي ضيع تريك القرآن الكريم كا أتاقن دا يرتين اللي يردو يقضى يضب مركاي كشغينا يا سيدا أوغيل وحنا لها عمل ولا كسبات وضان عمل جبارة وضان عمل قيمة بضبار وضان حيا ما قدت كشغيا قرآن كولا كشغيو ووحا قيمها بضان ساوي ضحلو بارنا مجتمع الصومالي لان ملك استاي جوغان
قال حين قبل كبر الجاء أئمدا المساجد الجوكتة يا خطبدا يا علمدا يا أضيدا إن اليرثا يا أضيدا قرآن كش غيري اللي اسمه برتاعو ما دام أئنوف الدين وعمل كم يمكى أي قبر أيام إن اسمه برتاعو وحباهيدو ده أيو باهيهين باهية كما هو باهيدا دمانتين كتاب القرآن كلامه كجريو إلى دمانتين اسمه برتاعو وينو عرقنا المقالين الهريالة يا قرآن كا يسوع قد يعمل قار لقى سوق هذا قد يفده قار لقى سوق هذا مالها روب كم قد يعي ضيع مي سوى جروح المجتمع نفرنا سجارة وفرنا ضيع تيار اللي يرضى وياه هو يوينك يا أبياشة يا أرضيلا الكتاب كله إلاليه وكتاب كله روه وكتاب الجلد اللي وصل مايو ولا حاجاتيو صورة وجوجل وانه ضمر كاسي كتاب توصل هو ناكسب كتاب كا مر إلا جف عيديو يا عسلا وكيسة جوجاي لسكو عيديو لسكو توستوسيو أنت اللي جف عيدي سكره اللي جف عيدي سكره اللي جف عيدي استو هذه الصورة تقل القويدو إن اللي جف عيدي استو وحيل لو جدبون صدق حرمان بتكمله إن مركها سد هذا الجمعة ده اسمايسو إن لر لجوهدو أبى مرة لجوهدو هدي بنا مال ونكسن أو نظيفة أو طاهرة أو وسخة كفك لجو صاعصو وحكوا نافرا سدوا السماي سحابي وينا كمله مركها سخلفاء وراشدين تي عثمان عفان اللجو أنت الهجاجيو قرآنك أن وحبا عينك هارن حبيرة تبعه ورتد يحرف وحنا نريد تجبرك إن مركاسي طبقة سونا مركا بتما يستري أو مركا هذا حبيرة تبعه وحنا تجينا نجري هذا تكنولوجيا دوا هرم مرتي قلب بجري يا ألوي سنا مركاسي هت قصة مركا هاي تبعية ده لو عاوية لو سبور مرتاعه إن لو كانوا مشين ده ورقها هذه على هذا هتغا وصل بودا ده كلا كده سنا مركا مصحفين وقولنا هذا مركا بدار مصحف عين ومركا واحد كلا مركاسي وقولنا هذا مركا قال هذا واحد سمايان إنه يقول مركي جوبيان إنه أما غاز أما بترول أي كشوفان القرآن كا أونجارين مرحلة دي غاز لا لقوش من مايو بترول لا لقوش من مايو طب كمركا لقوش من كدي هديو دم يستين مايو مركا سال لقوش من كار مركا غاز كا أما بسين كمركا لقوش من دونا أدي أدب ما سنتين وحلاه دا يرتيح على يرضى هي أوضة يدا عمل كم تاجن إلى هاي تكون كرب كلو وعمل هو ناكسن وعمل هاي لوجود وياه وحتى قدر قادم واجب من ولا صار الله يديم فضيه أنا وحنا هذا العلماء الله هاي وحيل لوجود بون إن هو عين جل أنت ورأيك الكريم كا إن ركقة يبقى عظمه وإن مساجد ده وما ضمر كا وش يجنو لما أنت وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنتي ولا ليال وأخن فنتي مهمة سو شاخ تلمامي إن مركز كتاب القرآن كا لضيع ترى إسلام مركانا وحال يظن نحن له إن إنه ضد بقول كيف بقول مسلمة كتب القرآن كأكتين إسلام وجود يعين وبلا عدها يوم يلاها وجود فيها لقى صور رجيه كتب تعرف إنسان ميس كانوا صارا وأنا هاي إنت هنا يا إنت سوي شوين إسلام مركانا ما يلاها حشيشة دا كتب تكرى يجونا وباهن ضيع ترى إن الآخر يكرين ويجونا عيد كفر بذا كتب تاسي ما يلاك لكم هيدا يعني وحي كتب يعنى وجري هنا وإن هذه شرارة بيجنوا إسلام كان على غير أرتين يقول دكتان إنه قوم كده حاضر صنوا أي قيبكم يقطع يعني قيبنا مدارس القرآن كله يقول دكتور مدارس تكلا أي يبون يعلن قيب تكلا وقيب مساجد اللي يسوروري أو يبون رنتي يبون أباهنا تيأتي فربضا كتب تامر كتشمية صور ورصصا وربط ما من لبضة قيب بلوك على سارة قيب لاسترو أي قيب للسمائي قيب للسمائي مركزي هدي مساجد اللي يسوق قاضي ولا سيا ولا عليا إنت الله سمائي أي دبلو عليا qaybta kale ee markaas xafada laga soo ururiyo ama madarista jumciyada xafiiska ayaa la dhiga cid markaa kitaab keenta markaas u baahan dayactir ayaa inta la sameeyo loogu bedelaa markaas isagoo diyaar markaa jumciyadu hadii aan wax yar ka tilmaamo wax qabadadii ugu dambeeyay ee markaas bilay u dambeeyay qabatay wax kamid ahay waxay asturtay jumciyadu muddada ay aasaasnay in ka badan 1800 oo jawaan 1800 oo jawaan macnaheedu ma aha 1800 oo kitaab joyti waxa laga yaaba 20 kitaab 15 kitaab dib isku celiyo inay ku jiraan markaas marka in ka badan 1800 oo jawaan ay markaas ay jumciyadu asturtay oo markaas astay markaas meelaha ay jumciyadu ku aasto waxa kamida xawaalaha nasaabload iyo markaas xawaalaha xeero runtii markii hore waxa la waas jiray xawaalaha nasaabload oo jumciyadu ku aastay 900 oo jawaan in gaadhisa markii dambana waxa markaas loo sameeyo loo gooyay marka culimada ka masuulka xawaalaha xeero ay u gooyeen markaas meel dhula oo lagu aaso kutubtaasi oo hadii jiraale aanay dadkuna markaas aanay dulmarin board weyn lagu dhijiyay si dadku aanay u dul fadhiisan ama aanay dulmarin aan cidna lagu aasin meel gooni kutubta markaas u gaar
حبالا حيرو وحا لو سو اسي كون جوان ان غاريسا بيشي ودنبيسي وحا مكاسي سو اسي جمعيادو 400 جوان يدو 400 جوان اي مكاينو يالان حفيز كمكاسي جمعيادا كنتي انتا سو كتابة دي لا استوري ولا اسي كتبتي لسو الرئي قيب لسمي ايا يدو نجرتا جمعيادو وحي دي اعترتي انكا بدن 400 او كتاب ومكاسي markii hore aan akhri skeleen oo imkan laakiinse la akhri karayo misaajidada yaala xafadaha yaala madarista yaala oo dib loo isticmaali karayo oo la akhri karayo hadii aan markaas si dayactirka loo sameeynina aan isufta gashayn in markaas imka dib loo akhriyo markaas marka 4000 kitaab waxay gabigoogu ay dib ugu noqdeen bulshadii markaas laga soo qaaday oo ugu badan yihiin waliba misaajidada ay ugu badan yihiin runtii wax qabadkii ugu muhiimsana oo ah ujeedada kaliya loo aasaasay intaasi ayay ahayd waxaan imi ku soo dhaweyn doonaa balse gabagabadeena ugu soo tilmaamo gudoomiyaha xigeenka jamciyadda Xaaji Maxamed Ciiga sida culimada ay noo sheegtay imi alxamdulillaahi rabbil aalamiin Sheekh Ciisa ay noo dhameeyay kitaabka fadligiisa ayuu maalgal maanta ah ilaalintiisa waana lagu soo sheekeyay iyo sidii wax loo aasay waanta iyo tiradii la aasay inta boona lagu soo sheekeyay jamciyadda markii la aasaasay waxa lagu aasaasay masaajidka masjid aqsa kun iyo 2013 ilaa inta 13 sanadood maalinka maanta awey shaqaynaysay alxamdulillaahi rabbil caalamiin meelaha hadda jira laga soo ururiyay horteyba loo tilmaamay masaajidada iyo madaariska iyo xafadaha ayaa laga soo ururiyay qaybo kale waxaa ku jiray sida kuwa magaalada miiska yaalo kale oo halkaa ku jira baabuurtan xashiishka qaada dadka maalin maanta xashiishka qaada ayaa kasoo ururiyay kasoo saaray oo maalmanta kooso lagu dhex tuuray saaso roobku ugu helay uu maalmanta ay ku tagooseen kolka jamciyaddu inta ay dhisnayd ma haysato gaadiid ay kusoo urursa kaga soo urursa magaaladuna way ballaadhantahay oo aad bay u ballaadhan tahay nimanka dhalinyartii degta waxay ku soo qaadaan iyo kaariyoolayaal iyo kusoo ururiyaan kolka alxamdulilah dadka waxaan maalmanta u sheegaynaa in khayrka laga qayb galo oo dadka la gargaaro jamciyadda la gargaaro adduun lagu gargaaro maalinka maanta addi lagu gargaaro waa wax lala qabto marka kutubta aanu aasayno wax caqabada dibadda waxaa ka mid ah dadka qaarkood inay yidhaahdaan kutubtii xaashi casaa la aasaya war kutub xaashi casaa xaashi madoobe iyo xaashi cadde waa iskooda mid qur-aan unba ku wada yaalla mid walba sidiisaba loo wada ixtiraamaya kutub kale qur-aan kale goonii ma jiro taana dadku inay ogaadaan weeyaan ay dacaadaha iska daayaan ay yidhaahdaan maalin maanta xaashi casii baa la aasaya kolkaa waxaan dadweynaha ogeysiinaynaa jamciyaddaasi waxay u baahan tahay in la taageero adduun lagu taageero af lagu taageero addi lagu taageero sidaa iyo dibaalmanta waxaa intaas maanaan ku soo khatibayaa wabillaahi towfiiq. Takbiir, takbiir lil xaafidhi wahuwa saghiir wadaa'u al-ayni qariir yaxmilu fajran liyuniir bitilaawati رحمن يا رحمن بمدين يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسيت ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا.